بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أعضاء مجتمع الديوانيات ومشاهدي ومتابعي قناة مرساي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في اليوم 29 لشهر رمضان لعام 1438 من الهجرة. يسرني ويسعدني أن أطرح على مسامعكم وأنظاركم الكريمة السؤال 29 من مسابقة مجتمع الديوانيات الرمضانية الكبرى لعام 1438 من الهجرة في دورتها الرابعة. يقول السؤال 29: من هو العالم المسلم البيروني؟ متى ولد ومتى مات؟ وما أبرز ما اشتهر به هذا العالم؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال عبر الصفحة الرسمية للمسابقة على الفيسبوك أو عبر الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام أو تويتر أو قناة مرساي على اليوتيوب. أتمنى أن يحالف التوفيق والحظ والفوز الجميع. أراكم في يوم آخر، أخوكم ومحبكم ناصر آل فرحان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.